لو ممكن على السريع حبيت فقط تحدث عن موضوع الشغب اللي حدث في مباراة تفضل. رات. أكيد أنا لا أوافق الأخ الزميل محمود النصيري فيما يخص الموضوع. ما شاهدناه في مباراة رادس كان جريمة في حق كرة القدم صراحة، مكتملة كل الأركان. لم يسبق لي أن شاهدت أعمال شغب يتم استخدام فيها المنشار الكهربائي أو صحيح. حتى المطرقة. أنا شفت أعمال الشغب في ملاعب كرة القدم أمريكا اللاتينية، وكذلك حتى حادثة هيسن التي راح ضحيتها 39 شخص لم نشاهد فيه المنشار. ما صحيح. شاهدناه في مباراة راس ليست كرة القدم. أنا بالنسبة لي الاتحاد الأفريقي يتحمل مسؤولية ما حدث في المباراة. المفروض بعيدا عن القانون، بعيدا عن أي الأمور أو لجنة الانضباط أو كيفية تعاملها مع مواضيع عندما يتعلق بفرق لديها عراقة كبيرة أو محسوبية لأندية معينة، الترجي المفروض يتم استبعاده في هذه البطولة قياسا مما شاهدناه. شاهدنا فيلم رعب صراحة، أعتقد الكل شاهد فيلم الصو، وهذا ما شاهدناه في مباراة تشبيهات القبائل أمام الترجي. للأسف الاتحاد الإفريقي مرة أخرى سوف يتعامل مع الترجي بطريقة لينة جدا، ولن يتم استبعاده، وحتى ممكن لا نشاهد أنه يلعب بدون جمهور ويكتفي فقط بمعاقبته ماليا. لهذا أنا بالنسبة لي أنا ما شاهدته في مباراة الترجي أكثر من ما شاهدناه في مباراة وفاق سطيف 2016. مباراة أمام سان داونز وفاق سطيف توقفت المباراة لمدة 15 دقيقة أو 10 دقائق فقط. في مباراة الترجي أمام شبيبة توقفت المباراة لمدة 45 دقيقة. شاهدنا فيها صور صراحة إذا لم يتعامل فيها الاتحاد الإفريقي بطريقة جيدة، أعتقد أنه سوف نشاهد أحداث أكثر رعبا مما شاهدناه في مباراة راس. أما بالنسبة للفريق الذي أراه يعني الأقرب الوصول النهائي بين الترجي والأهلي، أنا بالنسبة لي أعتقد الأهلي لديه تقاليد أكثر، وحتى صحيح. الترجي بالنسبة لي هذه إذن أسوأ نسخة لفريق الترجي خلال مشاركته في دوري أبطال إفريقيا. صحيح. إذن أستاذ محمود وحيد بوسيوف تحدث عن أن ما حدث كان جريمة، هل لك رد على ذلك؟ أود الرد على زميلي وحيد بوسيوف طبعا، هو لأنه يعني لم يكن محايد تماما في هذا الرأي، ونحترم رأيه طبعا، هو رأيه الشخصي يهمه، لكن المادة 12 واضحة هي لابد لما نحكوا على إقصاء هو نتحدث على يعني دخول الجماهير إلى الملعب وتهديد سلامة وأمن اللاعبين. هذا ما صار في المباراة، صار يعني مناوشات ما بين اللاعبين ما بين الجماهير والأمن في المدرجات، ولم يعني حتى مسؤولي الاتحاد الأفريقي بينوا هذايا في ورقة المباراة وطالبوا إدارة شبيبة أنها ترجع تلعب المباراة بعد 35 تقريبا دقيقة لعبوا. هذا تأكيد على أنه اللاعبين سلامتهم كانت يعني هي يعني محمية أولوية أولوية قصوى لدى يعني مسؤولي الكاف وأيضا حكم المباراة. أحداث الشغب صارت فقط في المدرجات، وأقصى عقوبة باش تكون كما قلنا هي اللعب بدون حضور جمهور. إذا تم تطبيق القانون باش يلعب بدون حضور جمهور في مباراة الأهلي، وهذا ممكن حتى تتأجل، يعني ممكن يلعب الترجي بحضور الجمهور في مباراة الأهلي المصري. وكما قال زميلنا الدكتور يعني من القاهرة، الأهلي والترجي من الفرق المتمرسة على لعب الأدوار النهائية سواء بحضور الجمهور أو بغيره، لذا باش نشاهدوا دربيات أو نهائيات من أعلى طراز فنيا ومس على المستوى الفني والبدني. صحيح. إذا أهلا بكم، كما شاهدتم هذا فيديو من قناة الكأس، والكل يبدو في صف شبيبة القبائل. بعد المباراة الكارثية والتضامن الكارثي من طرف التونسيين في رادس، بدأ الشغب الجماهيري الكبير في تلك المباراة، وصاحب المنشار المشهور والتي يجب أن يكون هناك تحرك رسمي من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لدعم شبيبة القبائل في هذه المباراة. لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.